في ناحية القضايا تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة إعادة محاكمة أحد المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات. كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا بحق المتهم. هذا ويواجه المتهمون في القضية عدة تهم، منها ارتكاب جرائم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية ما لا يجوز الترخيص بها مع إحراز مفرقعات وتصنيعها والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.